هناك قرار آخر بس يعني محتاجين توضيح لماذا استفزهم، قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإشراك المؤتمر الوطني للشباب وتوجيهات سيادة الرئيس بالتعامل بروح القانون والرأفة، وده السياسة العقابية الجديدة اللي بتنتهجها الدولة، وشفنا طبعا مراكز التأهيل وما وصلت إليه وما تحولت إليه، والإنتاج والتدعيم الفكر الديني الوسطي والخدمة الروحية اللي بتتقدم للمسلمين والمسيحيين وما إلى ذلك، والإفراج بالعفو عن أعداد كبير. لماذا يستفزهم مثل هذا القرار وهم أكثر من استفادوا بأي عفو رئاسي في الفترات السابقة على إجرامهم والتأكد من هذا؟ يعني هم استفزهم أحياء لجنة العفو الرئاسي لأنه هذه اللجنة ستعمل على فقط السجناء السياسيين وليس الإرهابيين، فقط المختلفين معك يعني فكريا أو الذين انحازوا لهؤلاء وهم تحت يعني مخدوعين فيهم، وفي النهاية يعني سيكون هم وحدهم الموجودين في السجون وهم وحدهم الذين سيحرموا من العفو لأنهم يعني افتروا على الدم المصري، قتلوا مصريين، قتلوا آلاف من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، وبالتالي هؤلاء لا يمكن أن يكون لهم عفو سياسي، لا يمكن أن يتمتعوا به، وبالتالي هو لما يعمل عمليات إرهابية قد يستفزك لإلغاء الخطوات الإصلاحية علشان ترجع الأمور تاني مضطربة، علشان الأبواق الإعلامية بتاعتهم تتكلم برا وتقول مش قلنا لكم مفيش حاجة هتحصل، مش قلنا لكم الدولة ملهاش كلمة وهكذا. لكن أنا تصوري أنه أي شيء يفعلوه لن يؤثر على خطط الدولة وأهدافها لأنه في رؤية واضحة طبعاً لما يتم وما سيتم، وسيترك هؤلاء وحدهم حتى يصفيهم الزمان.